فيك الخير والله يا جميلة. الله يرحمك يا بشر. الله يرحمه. أنا من حزني عليه مش قادر أسيب الدكانة، حاسس كأن روحه لسه فيها. ألف رحمة ونور تنزل عليه. والنبي كان راجل طيب قوي وجدع وشهر. انت عارف ان هو كان عايز يتجوزني وسددت. يتجوزك؟ جواز ايه يا ست جميله وهو راجل متجوز؟ وايه اللي يمنع يا عينيا؟ هو عمره ما كلمني في الموضوع ده خالص. ليه؟ تكونش كمان عايز تفهمني ان هو ما كانش حكي لك انه واخد مني تحويشه عمري عشان يفتح لامي دكان في الحاره؟ جرايه يا بت جميله، انت جاي تتبلي على الراجل وهو لسه ميت ولا ايه؟ وهتبلي على الراجل ليه يا عينيا؟ ده انت كنت صاحب عمره وهو كان بيقول ان هو بيحكي لك على كل حاجه، يعني اكيد عارف كل حاجه عن تحويشه عمري اللي اخدها مني. يعوض الله عليك يا اختي، يلا ما نجيلكيش في حاجه وحشه. لا حلو ولا وحشه، انت فاكرني هسكت؟ ده انت راجل نصاب وضلالي، انا هطلع من هنا على شيخ الحاره واحكي له على كل حاجه. سلامك تمي ونجره بيت بت اوعى انت اخر، حسبي الله ونعم الوكيل. قول نجرب العيال يا نصاب يا ضلالي، انت فاكرني كراديا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا حاج بشر، كان راجل نمس طول عمره. المهم سيبك، قلت ايه في الموضوع اللي انا حكيت معاك فيه؟ حمايتك وحمايه العيان في رقبتي يا حاج مرزوق وباللي تقول عليه، بس انا عندي شرط. امر. عزمي ما يعرفش حاجه. تمام، ما يعرفش. المتلتف ده ليه ودن في كل حاره وشكله كده هيطلع عصابه مش نفر. طب العصابه دي هنخلص منها ازاي؟ تنساش انه سرق اللحمه وربط المشاديد وسرق الاتاوه وقتل شيخ الصغير. صحيح، ده قتل شيخ الصغير كمان. هيأس كده الناس هيقولوا ايه؟ هيقولوا ان احنا بينا كروديات ومش عارفين نحميهم. اهدى اهدى يا معلم، هو عايزنا نشعوط ونتجنن على بعض عشان ما نعرفش نفكر، وانا عايزك تهدى. احنا لازم نفهم الناس ان احنا مش عايزين حاجه.